كل حدا فينا بحب يكون إيجابي بحياته، ولكن بتمرق بعض الظروف، بتمرق بعض العقبات، ممكن تخلينا نروح للسلبية، نرجع نحاول من الأول وجديد نكون إيجابيين، ولكن في مهارات أكيد نحن بحاجة لها. هايدي، أكيد يا رشا، مثل ما ذكرتي كلياتنا بنحب نكون أشخاص فعالين بالمجتمع، مؤثرين، إن كان بالعمل، إن كان بالدراسة، وضمن علاقاتنا الاجتماعية والوسط المحيط فينا، وهذا الشيء بيطلب منا أنه نحن نمتلك مهارات عديدة بالحياة. اليوم رح نحكي عن مهارة التواصل وأهميتها لحتى نعرف كيف نعبر عن مشاعرنا وأفكارنا وأهرائنا بطريقة صحيحة ونوصل لأهدافنا بطريقة إيجابية. نتعرف أكثر عن هذا الموضوع، بيسعدنا أن يكون معنا ضيفنا لليوم المدرب لؤي الموحد، أستاذ في التنمية البشرية. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير. يسعد صباحكم. يا صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا فيك. هلا بداية قبل ما هيك نروح للأسئلة، من خلال عملك ومجال شغلك وبتشوف ناس كتير، دائما نحن عنا مشكلة بالتواصل، مشكلة بالتعبير، دائما عنا هذا الخجل، نحن اليوم ما نقدرين نعبر صح، ردات فعلنا أحيانا بتكون غلط مؤذية. يعني شو المشكلة اليوم إنه نحن يعني بشكل عام هاي صفة كتير عامة، يعني إنه اليوم نحن ثقافة التواصل عنا إياها مشكلة بحد ذاتها؟ تماما. يعني الفكرة الأساسية اللي عم تكون هي وسائل التواصل الاجتماعية الجديدة الموجودة، هي عم تكون لها الدور الأكبر. صح. هذا أكتر شيء عم نشوفه بالجيل الصاعد حاليا، دائما اعتادوا على الشاشه، يعني عم نتواصل احيانا مع ناس كثير بشكل شخصي، فما بيحكي ولا كلمه، بقول لك انا بحكي على الواتساب، طيب حاكيني؟ لا بحكي على الواتساب. يحكوا على الواتساب يكون عندهم افكار ابداعيه، انتقادات، كلام، عندهم يعني معلومات هائلة، ولكن هنا بالواقع ما عم يحكوا، فإله دور كبير للأسف. يعني اليوم كل شخص بحياته الشخصية أو حتى العملية بلاقي عنده اليوم نقاط ضعف ونقاط قوة. اليوم عادي الشخص يكون عنده نقاط ضعف يعترف فيها، ما يخجل منها، لكن كيف ممكن نحن اليوم نستغل هي النقاط نحولها لنقاط إيجابية أو نقاط قوة؟ تماما. هلا بالبداية قبل ما نحن نستغل نقاط القوة ونقاط الضعف، دائما الشخص عم يوقع بخطأ انه انا كيف بدي اوصل او استكشف انا نقاط ضعفي او نقاط القوة الموجودة عندي حتى استغل نقطة القوة اساسا الموجودة. فنحن حتى نعرف ذاتنا ونستكشف ذاتنا نتبع خطوات سهلة ما كتير هي صعبة، ولكن ما عم يعرفوا يمارسوها، الا وهي مثلا ممكن يكون اول شيء انه هذا الشخص يسأل الناس المحيطة له، لكن الناس تكون ثقة انه انا شو نقاط القوة الموجودة عندي، شو نقاط الضعف، شو الشيء اللي ما بتحبوه فيني بتحبه انه انا غيره. طبعا هذا الشيء رأي الناس هو قد يكون رأي وقد يكون حقيقة. الرأي مو دائما بيحتمل انه يكون صح، لانه في ناس بجوز تحكي تعطيه نقطة قوة مش شرط نقطة ضعف، لانه تأذيه انه انت قوي بمجال فانه يظهر بشكل مو صح. فانا هذا الشيء ممكن اسال الناس. ممكن كمان بخطوه ثانيه انه انا اتذكر المواقف المحرجه اللي صارت معي، فانا شو تصرفت بالموقف المحرج اللي صار؟ هل انا تصرفت بطريقه ما؟ طيب بهذا الموقف المحرج اللي انا حطيت فيه مو دائما ما بيطلع مثلا عندي رده فعل سريعه كانت، طيب هي مو شرط نقطة قوة، بجوز نقطة ضعف، لأنه الرد السريع كان هو سيء مو منيح. طيب كان ردي منيح وكان بعد وقت متأخر شوي دقيقة دقيقتين، معناتها أنا عندي اتخاذ قرار بشكل كتير منيح وقيادي. طيب ممكن اتبع خطوة كمان ثالثة بأنه أنا خلال فترة أسبوع أو أسبوعين اللي احنا الفترة اللي بنحبها بنحددها، شو الشيء اللي عملته أكثر شيء؟ فإذا أنا أكثر شيء عملته مثلا التقاء بناس جديدة، فأنا ممكن يكون عندي المهارة أنه أنا الشخص اجتماعي. طيب انا التقيت بناس كثير والاغلبيه ما حبوني او ما حسنت انا اوثق فيهم او يوثقوا فيني او يعطوني الامان، فانا كمان اجتماعيا في عندي مشكله. هيك نحن بنمشي. ممكن كمان انا امشي بقاعده، شوف اليوم انا عم حدد نقاط قوتي وضعفي، فانا شوف المواقف الصعبه اللي بتختلف عن الحرجه، الحرجه بيكون انا خجلت فيه او كذا، الصعبه بتكون مصيبه او حادث او وفاه، فانا كيف تصرفت؟ من هالامور انا ممكن اطلع نقاط ضعف وقوه. طيب طلع عندي نقاط القوه، أنا شلون بدي استغلها؟ أنا نقطة القوة بدي اشتغل عليها، لأنه نقطة القوة مو دائما بتكون كاملة، أحيانا بيكون فيها ثغرات معينة. لا. مثلا تشوف شخص واثق من نفسه ولكن الناس تقول عنه مغرور، معناتها أنت عندك نقطة قوة بس فيها غلط، عم تظهرها بشكل غلط. طيب نقطة الضعف أنا فيني حولها قوة، أكيد هاي بتصير كتير كاملة، لأنه أنا طورت نقطة الضعف للقوة بناء على دراسات أنا عملتها، كيف طور كيف عملت، فهون بتطلع كاملة ما بيطلع فيها ثغرات. فهيك أنا ممكن أستغل نقاط قوتي بحياتي. طيب أستاذ، يعني كل حدا عم يسمعنا هلا بيقول لك اليوم مو كل شيء الناس بتحكيه هو صح، يعني طبعا. يعني أنا اليوم
أنا ماني قادر اليوم أكتشف نقاط ضعفي لحتى أروح اليوم أسأل الناس أنا شو نقاط ضعفي. ما هو الإنسان بيبلش من نفسه، هو قادر أكثر أنه يعرف أنا اليوم وين ضعفي وين قوتي. يعني حكيت بنقطة كتير مهمة ونحن فاقدينها هلأ كتير، هي نقطة الثقة والأمان. يعني اليوم يمكن هي من أهم مشاكل عدم التواصل، أنه ما ضل هي الثقة أكيد عن طريقة من خلال تجارب مرق فيها الإنسان، يعني فقد الثقة. اليوم أنت ما فيك تجبره أو تقول له لا، أنت مفروض ترجع تأمن وترجع تزيد الثقة. خلينا نحكي بموضوع الأهل المحيط اللي هن الداعم الأول، إن كان بزرع الثقة بالأمان، بنقاط الضعف والقوة قد إيه لهم تأثير مهم بحياة الشخص من الطفولة طبعا. تمام. هلأ بالنسبة لموضوع من الطفولة، أي موضوع التواصل مع المحيط، التواصل مع الأشخاص هو له تأثير كتير كبير بأنه يظهر شخص أما يكون شخص ناجح أو شخص غير ناجح بالحياة بعيدا عن الدراسة وهالأمور. اليوم الأهل اللي احنا بنوجه له الرسالة، يعني احنا بنطلب منكم للأهل، بنطلب قسوة على أطفال في حال كانوا ما عم يتواصلوا مع الناس كتير، وكمان بنطلب من الأهل ما تمارسوا العادات والتقاليد القديمة طبعا الأطفال يقعدوا بالغرفة وما يحكوا مع حدا، لا خلوهم يقعدوا ويشاركوا، ولو كان رأيهم غير مناسب، لو كان الكلام ما له كتير هو فائدة، هو بالنتيجة طفل، خليه يشارك يبني شخص شخصيته القوية. نحن للأسف عم تكون الأهل إلى دور كبير بأنه يطلع شخص انطوائي، وبيقولوا ما بنعرف ليش هيك ابننا، ما أنتوا الأساس عم تكونوا. اليوم كمان خلينا نرجع لموضوع التكنولوجيا، الأطفال عم تتابع شو عم تتابع؟ يوتيوب، صحيح، تيك توك وهدول. طيب هدول كلهم عم يشوفوا الأطفال محتوى تافه جدا، فمستوى التفكير والعقل عم يكون صغير. والمصيبة الأكبر اللي هلأ شفناها بعد دراسة أجريناها على أكثر من طفل من خلال العيلة وخلال المحيط وسألنا، شفنا أنه هن عم يعيدوا نفس المقطع لعشر مرات وعشرين مرة، مقطع مدته ساعة أو نص ساعة. فهذا الشيء بيعمل دمار بالعقل بالتلافيف، خلاص ما عاد فكر في نفس المحتوى. فلحنا بنتمنى من الأهل يراقبوا وما ما يخلوا أطفاله لا يعيدوا نفس المقاطع ولا يكونوا بهالجوال. مراقبة المحتوى كتير مهم اليوم. تماما، هذا بالموضوع كمان الأخلاقي أو موضوع التفكير، هذا شيء كتير كبير. هلأ طيب هذا الشخص تواصل مع المحيط، شو الشيء اللي استفاد منه؟ استفاد أنه بنى شخصية قوية، استكشف نفسه، أو لما طرح فكرة حلوة شاف أنه هو الناس بتسمع فصار بده يطور حاله. لما حدا قال له أنه أنا حبيت منك هاي النصيحة صار بده يروح يفتح المجال كله يقرأ، فهو قوى حاله. فكتير مهم الأهل، كتير مهم المجتمع بأنه أنا أخلق شخص ناجح بالمجتمع أو شخص غير ناجح. تمام. يعني اليوم يمكن من مهارة التواصل في عنا مهارة الانصات والاستماع للشخص يلي مقابلنا. منشوف للأسف يمكن البعض ما عندهم هي الثقافة أنه يسمعوا أكثر للشخص اللي عم يحكي، يتفاعلوا معه بكلمة معينة أو ممكن بنظرة. خلينا نوضح هون أهمية الانصات والاستماع. تماما. الفكرة اللي احنا لما نحكي عن فن الاستماع دائما الناس بتستغرب انه في هيك فن، في هيك شيء. الفكرة كلياتنا بنحسن نحكي ونحكي وبدنا نحكي، صعب انه نضل هيك ما عم نحكي وشخص عم يحكي شيء هون، انه بس بدنا نحكي. ففن الاستماع هو شيء بيخلي الانسان كتير يكون له مرتبة بالمجتمع. لما احنا في ناس بس بتحب تحكي قدام هذا الشخص لانه بيقولوا لك هو بيسمعنا صح. طيب صح، هو في شخص نظري وشخص بصري، وعفوا بصري وسمعي، وفي شخص بيسمعك بدون ما يشوفك، ولكن هذا الشخص بيحتاج لتواصل. يعني انا اتواصل معه بلغه العيون، انا عم حاكيك موضوع فانا لازم تكون عيوني معك، ما تكون هي بالعين مباشره بس انا مركز مع هذا الشخص عم بتطلع فيه. طيب ايماءات الوش كمان لازم بفن الاستماع تكون موجوده. عم يحكي لي موضوع حزين، انا ما تكون ايماءاتي عم تضحك، ما تكون ايماءاتي كثير هزليه، لا انا بدي احزن معه. طيب عم يحكي لي موضوع بيضحك، انا معقول اقعد عابس؟ اكيد لا، هذا الشيء مو منطقي. فن الاستماع كمان انه انا لما بدي اسمعه اساله كمان بانه ورجي انه انا مهتم بهي التفاصيل. أكيد. مو انا سمعتك يلا الله معك يعطيك العافيه. صحيح. فهون بيطلع فن الاستماع ويصير شخص قدوه. قديش اليوم في ناس يعني او قل عدد الناس اللي بتسمع؟ أقلية كتير، صارت اللي بتسمع أقلية، كل لأنه صارت الناس كل حدا عنده شيء المكفي يعني، فبيكفي يعني استنزفت الطاقات. إيه بالأزمة استنزفت. خلينا نحن هيك بآخر الوقت نحكي عن الكورسات اللي ممكن تشتغلوا عليها لتقووا مهارات الشخص بموضوع التواصل. تماما. هلأ في موضوع كورسات هي الأكثر شيء اللي بتكون بالقمة، كورسات إعداد المدرب.
التي او تي بنشتغل فيها لحنا انه شخص بيكون بيملك من المعلومات، طبعا هي بتفيده بمجال حياته بالمحيط او بمجال التدريب. نعم. بتفيده اليوم بانه لحنا في شخص عنده معلومات او عنده معلومه حابب يوصلها، فبيستفيد بانه يكون عنده التواصل الفعال موجود، بنشتغل على شخصيته، ثقه بالنفس، طريقه فن الاقناع، يعني اللي هو كثير صعب انه الواحد يقنع الشخص بكل شيء، كيف انت بدك تقنعه، شو الشغلات اللي لازم تحطها. بنشتغل على موضوع كمان الحقيبه التدريبيه، انه انت اليوم اي شخص بده يقدم شو هي الحقيبه، يعني انت نعم. المعلومات اللي بدك تقدمها، فبتشتغل عليها ككتابه وكعرض باوربوينت عشان تعرضها للناس وكذا، كمان بنحطي اعداد الحقيبه. وبنشتغل كمان اكثر على موضوع لغه الجسد اللي هي تتعلق بالتدريب والمحيط بالنسبه للمتدرب والمدرب او الملقي بحياته الطبيعيه، وفن الاستماع اجباري لازم ما يكون. ما فكرتوا تعملوا كورس لفن الاستماع؟ نحن فكرنا بس شو صرنا نعمل شغله احلى انه نطرحها بكل كورس. اها تماما. هن هيك بشكل عام يعني اصلا. تمام ان شاء الله خلص ان شاء الله يا رب. يعني بالختام لؤي، شكرا على المعلومات اللي قدمت لنا اياها ولكلامك عن اهميه مهاره التواصل، قد ما مهم نحن اليوم نجسدها على ارض الواقع. بدنا نشكرك كثير. الله يعطيكم ألف عافية. شكرا لحضورك، بتمنى لكم هيك التوفيق وهيك تصير هاي الثقافة كتير معممة عندكم إن شاء الله. يا رب نحن عم نسعى لهذا الموضوع إن شاء الله بجهودكم أكيد أستاذ. إن شاء الله. شكرا لحضرتك.